السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم أنا دخلت شفت الحالة حق الأصدقاء والأصحاب، كلها أدعية ويوم عرفة ويوم التروية ويوم يعني حسيت إنه إحنا كلنا مؤمنين صادقين، وليش إحنا بهذا الوضع؟ يعني كمية تصنع وتظاهر غير طبيعية، لأن هذا الخبر هذا كله حالات فقط، أما الواقع فهو غير تماما. ليش ما يكون هذا واقعنا فعلا اللي إحنا بالحالات؟ ليش ما يكون واقعنا حالاتنا هذا الأيام؟ طبعا اليوم يوم عرفة، أعظم أيام الدنيا، أعظم أيام السنة، ليش ما نستغلها بصدق ونتصل اتصال مباشر من القلب مع رب العالمين ونشكي عليه همومنا، نشكي عليها الواقع اللي احنا فيه؟ والله لا يفرج علينا كل ما هو علينا من كرب وبلاء. كل من يخذ من وقته حتى نص ساعة بس ويصدق ويتكلم مع رب العالمين، يتكلم مع رب العالمين كأنه أمامك، اشكى عليه ما في قلبك وشوف ايش بيقابلك رب العالمين، ايش بيجازيك، كيف بيستجيب دعائك. خلينا من هذا التظاهر والتصنع اللي بالحالات، والله ان بعضهم ينسخ الدعاء نسخ لصق ما حتى يقراه. فلذلك خلونا من هذا الهدى، خلونا نصدق مع رب العالمين ونصدق مع انفسنا. اليوم يوم عظيم جدا، فاستغله بالذكر والدعاء. هذا ما حبيت ان اذكر نفسي واياكم به، وتحياتي للجميع.